نحن في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نعقد هذا اللقاء حقيقة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، وأيضا انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية لنشر التسامح وخلق المواطن المتسامح المتعايش مع العالم من حولنا. لذلك اليوم ولله الحمد اخترنا هذا الموضوع في الموسم الرابع من حوارات المملكة في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لنتناول موضوع دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع في نشر قيمة التسامح. لا شك أنه هذا هو المحور الرئيسي الذي نقوم فيه اليوم، والذي اخترنا من خلاله مجموعة من المثقفين في المجالات الدينية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات التربوية والتعليمية، وأيضا في المجال الإعلامي للحديث عن هذا البعد.